تفرحني لما تعرفني لما تنسى. سو فاكرين معانا ايام بيل جيتس لما كنت بتكلم معاكم عن بيل جيتس وكورونا والحاجات الكتير قوي دي وانا في مصر لما فشختوني؟ فاكرين لما فشختوني يا جماعه؟ بس انا بحب اول باول كده عندي الاوبزرفيشن اللي بمر بيها. اللهم بلغت فاللهم اشهد عشان افيد اي حد عايز يستفيد عن السكن وعن البيوت وعن التغيير اللي بيحصل في العالم واللي هتلاقوه في مصر قريب. المرض موجود الحمد لله، اللهم بارك. يعني مولانا بيل جيتس كان كلامه في محله، كانت وذر بقى رؤيته نزل عليه الوحي. خلينا ناخدها كده، ما تيجي ناخدها كده والنبي عشان خاطر بس انا ما طلبتش. ها باشا بريدك يا ولد عمي. استنوا بقى بلدي بقى. اوكي لا استنوا بس، انا لسه واخده حقنه حالا ولسه مستكشفه ان انا عندي املاك وانا مش واخده بالي ده في املاك في مصر واملاك في امريكا. فالنبي يا جماعه لو حد عايش في جيري انديانا وليه في العقارات، عندي بيتين عايزه ابيعهم. الله يكرمكم العيال المصريه الدحيحه الشاطره دي. and if you guys are flippers please contact me. but anyway اعلان في النص كده فاصل وانا واصل. I am so excited. انتوا مش عارفين انا حاسه بايه على كميه الظلم اللي خدته بس ان شاء الله هعمل بيه حاجه مفيده. بسم الله. so تنبؤات مولانا بيل جيتس. لا الراجل ده لازم نحترمه. الراجل ده تنبأ ان احنا هنعيش ايام مختلفة، تنبأ ان احنا هنشتغل من بيوتنا، تنبأ ان احنا هنعمل اجتماعياتنا في بيوتنا، تنبأ ان احنا هنتجوز من خلال الانترنت، ان احنا هنعمل تجاراتنا كلها من خلال الانترنت. تنبأ، بص الراجل ده تنبأ لكم كل حاجة. بس احنا واضح ان احنا ناس نمروضة كده على الدنيا، مش عايزين نسمع الموعظة من اهل الموعظة. الوحي لما نزل على مولانا بيل جيتس وقال لنا فيه انه احنا نلزم بيتك والماتشات هتبقى مش عارفه افتح البتاع ده انا الماتشات هتبقى فيرتشوال برضو، اللعيبه هنحط لهم ميسي ومش عارفه مين، هنحط لهم صوت الناس، الشوبينج كله في ناس فرشه بيوتها من اونلاين، كل حاجة بتبقى اونلاين. فأنا دلوقتي جاية دلوقتي في رأس مالية تاني، نرجع تاني سيكة كده سيكة للرأس مالية والفلوس. انتوا عايزين ايه في الدنيا يعني؟ انا مغزة عايزين فلوس عشان المام، عايزين الاربع حيطان عشان الستر، وعايزين الزوج او الزوجة عشان تعرفوا تناموا مع بعض وتحبوا بعض، صح؟ التلات حاجات الاساسيات اللي محتاجينها في حياتنا، والامن والامان والاستقرار والكلام ده كله. الامن والامان هديها بنغطيه كل يوم، نهدى بس كده نكن كده سيكة ونتفاهم مع الاخرين، ويعني شئت ام ابيت لابد ان تتفاهم عشان يعني لما اكون انا سرعتي 10 حصان وواحد جاي لي سرعه 100 حصان، ما تغرش. ده 100 حصان وانا 10، ده انا لسه صغيره 10 لغايه ما اجمع قوتي ابقى مؤدبه. اللي جاي لك ب 100 حصان وانت لما مؤاخذه 10، فاهدى كده على نفسك. بس الابزرفيشن اللي انا شايفاها دلوقتي في امريكا والحقوا بقى الحاجه الاساسيه اللي بطلب منها من الشباب، الحقوا لما تيجوا تتجوزوا اعرفوا ان هو ده الكائن اللي هتعيشوا معاه وهتشتغلوا معاه وهتعملوا اجتماعياتكم معاه، ومفيش اي نوع من انواع المجال للخيانه. يعني بصوا انا عارفه ان احنا العرق الوسخ بتاعنا بيحب يخون، يعني احنا رجالتنا دايما 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 بيروحوا الشغل 16 ساعه بره، بس مخصوص عشان اللقطه اللي بره. مفيش بره يرحمك منك ليه؟ عاد لي طول الوقت هتبقى جمع عينيا كده، ابقى شايفاك بالاندروير ماشي رايح جاي، ابقى شايفه لباسك، شايفه انت بص الشرايه اللي على كتفك شايفاها. فاحنا والله اصل خلاص اصل بسبب الكورونا، بسبب الحياه الفيرتشوال، بسبب الشغل اللي احنا هنشتغله من بيوتنا، الجوبز الجديدة اللي في الماركت دلوقتي جوبز تتعلق بان انت تبيع الكترونيكس او تبيع بيوت او تبيع، هو البيوت بتزيد ليه في امريكا ان انت تبيعها؟ اللي في انديانا الله يكرمكم احنا معوجين، هديكم الناس بحاول. البيوت بتزيد ان انت البيوت دلوقتي بتتقسم في امريكا لمكاتب، يعني حتى في بيتك في الناس اللي بيتها كبير بيعملوا مكتب صغير فيه عشان بيشتغلوا من المكتب. الدكتور النفساني بيشتغل من بيته بيبقى فيرتشولي، انا بقابل المريض على الفيس تايم،
حرفيا حرفيا الدعاية والإعلان والإعلام في أمريكا بقى حمادة. واخد بالك أنا كل حاجة like literally every single thing online دلوقتي. الجنس بس اللي لا والجنس والله. طب صدقوا تعملوا بالله الناس اللي هي كانت بتحب تروح ستريبتيز بتحبوا يروحوا للرجاله اللي بيحبوا يروحوا يا عيني. واحد كنت معديه كده اللي هو يا عيني البيزنس ده قفل انا والبيزنس ده اللي هو بتاع الرجال يعني نادي الرجال اللي ما اعرفش ايه في امريكا لا بتاع ستريبرز بيروحوا يشقطوا نسوان ويقلعوا لهم. انت عارفين الليله دي يا عيني قفل عشان المرض. طب الرجاله اللي ليها كار بقى الكار ده بيروحوا فين؟ بيبقى في ستريبتيز اونلاين يعني بيجيب واحده مش غير البورن غير البورن والله في الدعاره بقت اونلاين لانه دلوقتي هيخاف ينام مع واحده عشان ما يتعديش. سو بيعمل ايه بقى يا معلم؟ بيجيب الواحده دي وبيخليها تقلع له وتلبس له وتعمل له حاجات يقول لها يعني اعملي لي ايه حاجات مريضه. فكل حاجه الناس اللي بتلحد وبتسلم وبتخش في دين وبتطلع من دين الناس اللي بتدرس هارفارد هارفارد بجلالة قدرها واكسفورد والكلام ده كله اونلاين كل حاجه اونلاين لغايه امتى الله اعلم لغايه امتى. بيل جيتس مولانا بيل جيتس تنبأ انه لغايه يعني فوريفر لانه حتى المحلات كل شويه بشوف دعايه على انتوا مش بتوصل لكم كده عشان عايشين في مصر فانا واجبي ان انا احكي لكم يعني عارفين اعلانات زي في مصر انتوا بتفتحوا حاجه بتلاقوا اعلان شيبسي كوكا كولا موناكولا مش عارفه مين الكلام اللي هو. فهنا في امريكا كل شويه برضو طلعوا لي اعلانات فانا من كتر الاعلانات اللي عماله تزن كل اغنيه وراها اعلان انا عمري ما شفت امريكا كده على ساوند كلاود عمري ما شفت امريكا كل اغنيه وراها اعلان. الموضوع بقى حماده حماده التجاره ضربت في حته تانية. فالناس اللي عايزه تعمل فلوس او الناس اللي عايزه تعيش حياه مستقره عليكم حاجتين دوروا على السكه اللي فيها الحياه الفيرتشوال هتعرفوا تعملوا شغل اونلاين هتعرفوا تشتغلوا من على النت هتفتحوا محلكم على النت لوك اب بالامازون وعلي بابا والحاجات الكتيره اللي في ناس حرفيا خلاص بقت في البيت واكل عيشها كله من على النت. ولما تيجوا يا جماعه ابو والله والله لقطه نظافه سيكه نظافه سيكه لما تيجوا تتجوزوا او لما تيجوا تعيشوا مع حد روميتس او لما تيجوا يعني اي كان حي هتبقوا عايشين معاه اضمنوا اضمنوا واطمنوا ان الكائن الحي ده هو ده اللي ممكن تموتوا معاه والله. وذر بقى الله اعلم بقى العلاقات هتبقى شكلها عامل ازاي ومليش دعوه انا مش عايزه اخش اني مور في تفاصيل نوع العلاقه لكن الحياه ممكن لو بيت صغنن او بيت كبير ايا كان هو ايه بس keep it clean please انضفوا عشان النظافه من الايمان. المهم مين الناس اللي عايشين معاك في البيت ده هو ده اللي هيخلي حياتك كلها الخارجيه انت ممنوع تطلع حياه خارجيه انيمور مش هتقدر تعيشها زي زمان ما بقتش خارجيه انيمور حتى لو في اماكن مفتوحه امريكا از اوبن فور بزنس يعني مفتوحه بس ما بقتش زي الاول ما بقتش دي امريكا اللي فيها ناس واحتكاك خلاص يعني اخرج بالماسك ليه انا كده اخرج بالماسك واروح الموفيز ليه ما دلوقتي الموفيز بتتعمل لها عروض نفس العرض بتاع الموفي ثياتر بس دي في دي كذا كل حاجه توجهت اونلاين. فمضطر ان انا اصحابي اللي كنت بشوفهم بره في ستاربكس ولا بشوفهم في القهوه ولا بشوفهم كذا بضطر اعزمهم في البيت. فبيتي او البيت اللي انتوا عايشين فيه البيت ده كائن حساس جدا 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 اعتبروه زي الفجاينا بتاعتك زي عذريتك زي مؤاخذة رحمك زي انا ما اعرفش اقدستك البيت ده قد ايه قد ايه. البيت ده حاجه المفروض تكون مقدسه ما ينفعش اي حد يدخل فيها ولكن بسبب الحياه الفيرتشوال اللي احنا عايشينها دلوقتي هنضطر نعزم ناس في البيت او هنضطر نعمل شغلنا في البيت وهنعيش مع ناس في البيت. زمان قبل كورونا كنتوا جوازاتكم ما بتشوفهمش كتير فكلكم كنتوا بتتخانوا وانا كنت بتخان يعني في ارتباطاتي يعني كلنا بنتخان الحمد لله. والنسوان بتخون اونلاين برضو النسوان بتقعد اونلاين جوزها بره طول الوقت يبقى انا هقعد اونلاين اشات مع واحد إيه عشان زهقانه ما انا ما بعملش حاجه انا بشات بس دي اسمها خيانه يا روح امك. انت لما جوزك يكون بره وتكلمي واحد على النت لو مش شغل دي اسمها خيانه لو انت رايمه معاه وبتفكري في واحد تاني دي اسمها خيانه واخده بالك لو انت ماشيه معاه وعجبتي بواحد تاني اسمها خيانه لو عينك بصت بس بطريقه شهوانيه لاي حد تاني اسمها خيانه لو انت نايمه والسبكونشس مايند بتاعك وانت بتحلمي والله العظيم حلمتي براجل وانت على ذمه واحد ولا بتحبي واحد ليه احلم بده ليه احلم بالراجل ده في 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 وضع كده يعني اللي هو يبقى انت معناها انه السبكونشس مايند بيوصل لك رساله انك في عالمك الحاضر الى حد ما حابه الراجل التاني دي اسمها خيانه وانا ارفض الخيانه من المراه.
ليه؟ لانه سيكولوجيا وبيولوجيا لسه ربنا خلق الست اللي راجل واحد بس، وان جاي ات تايم. انا بحب فلان ده مش هعرف مهما حصل، طبيعي الست الطبيعي مهما حصل مش هعرف احب حد غيره، هو ده بس، هو ده اللي عيني فيه، وابقى مليون واحد حواليا بس هو واحد بس. طبيعي ان الراجل يحب اكتر واحده ست ويشتهي اكتر واحده ست ويتعامل مع اكتر واحده ست ويعدل بين واحده ست. يعني انت عايزه تقولي مثنى وثلاث، اوكي بليف ات اور نوت يس اي سيد ات، حسب الولايه اللي انت فيها يا معلم. خش بس ايه بالدستور، الدستور سلامات الدستور، القانون بيقول لك ايه ممنوع بلاش عشان مش عايزين نوجع دماغنا، حسب المكان. وين روم دور لايك ذا رومانز، السلو بلدهم ما يبقى امريكا لا ممنوع تحط كذا واحده على على دينا على تتجوز كذا واحده، خلاص يبقى ممنوع، خلاص ممنوع. في بلاد تانية مش ممنوع، يبقى بدل النجاسه والنط وقله الادب سيريسلي يعني deal with it. That's something I accept. I'm actually okay with. لأن أنتوا أو ناس كتير جدا جدا بتعيش حياة الخيانة، فالست بتدي نفسها الأحقية، هو بيخوني فأنا كمان هخونه أو هضربه بالشبشب أو ههينه أو هعمله. طب وليه؟ ما هو من الطبيعي إن الراجل بيجيله فترة زهقان كده، بيعمل زي النحلة بيحب يشم ورد تاني، فهيلط هينط هيلط هيلط، فهو قاعد معاك دلوقتي فهو بيلط على الفيسبوك ولا على الماسنجر ولا على البتاع، سيبي ميتين أم تليفونه، بطلي جهاز التجسسات بتاعتكو، بطلوا بطلوا تخربوا بيوتكو بنفسكو يا اغبياء. والله العظيم الست اللي بتعمل كده عارفه انا لو جوزي هتعبط، عارفه والله هو بيحب المدوره المقنبره مشعر اصفر مثلا، هانبر له نفسي، هروح اتنبر في الجيم هانبر وهعمل شعر اصفر شويه، هعمل زي شويكار قلبي قلبي يا غوي 7 قرات كل يوم هعمل له لا حاجه معينه، هتعلمها هطلع اونلاين وادرسها هشوف اتس انون ات ساوندز حاجه لو كربتي مش عارفه، بس هو طبيعه تركيبه يا عيني كده من غصب عنه، هتلاقيه هيتشد لحد عشان صوتها عامل شكلها كذا، دي بتحب تنظف شويه، دي طيبه، دي حنينه، دي كومباشنت، دي ما عندهاش ستريتش ماركس. هم الرجاله كده هيحبوا يشتهوا يشوفوا زهور تانية. انت عليكي ان انت تبقي بستان الورد، وكل ما طاب عينه تقع عليه، يعني طول الوقت شايفك كويسه، طول الوقت شم حاجه كويسه، طول الوقت حاسس بحاجه كويسه. That's if you really want to keep a healthy relationship for a good period of time، تكونوا العشره المناسبه، وبعد كده ساعتها بقى ايه العشره هيشوف وشك محروق من كتر العشره شايفك قمر. عشان ابقى في منتهى الواقعيه، ادم هتعيشوا ادم 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 تنبأ مستر بيل جيتس، مولانا بيل جيتس تنبأ، قلنا مولانا الراجل ده كان صح، هنقعد في البيت كتير، والبيت ده هيبقى كورنر منه مكتب، كورنر منه جنينه، كورنر منه كذا، ازرعوا في بيوتكو، اعملوا ريديكوريشن، قوموا نظفوا، قوموا اعملوا حاجات مختلفه في البيت، قوموا يعني لازم البيت ده تعملي منه مملكه. I'm being dead serious. That's if you want to have a good life and a good marriage. And if you're داخل على جواز زي حالاتي، انا لسه بدور، انا في الماركت خلي بالكو، انا لسه باخد سي في اتش اوكي ميك شور ان كل الوسخات اللي احنا كنا بنعملها قبل كورونا، اصل هتجوز ده عشان الورق، وهتجوز ده عشان فلوسه، وهتجوز ده عشان سلطه، وهتجوز ده عشان كتفه كبير لما اغزه، وهتجوز ده عشان اغيظ صحباتي، كل الوسخات والدنقات اللي جوانا دي نقعد لقطه نظافه بقى، فيس تايم نظافه. انا هتجوزه ليه؟ الكائن ده هو اللي هلبس في بوزه من هنا لغايه ما نموت، لان يعني انا اسفه بس الموت علينا حق، الموت حاجه very possible بالامراض اللي احنا فيها، البقاء الافضل زي ما قلت لكم يا جماعه هتبقى هي دي اللي موجوده. هيبقى في ناس خايفه تطلع عشان خاطر ممكن تكون عندها، انا عندي حساسيه مثلا، ففي اماكن ما بقدرش اطلع عشان خاطر حساسيه بتمسك عيني، خايفه تطلع عشان عندها حساسه اكتر ممكن تاخد مرض وتموت، موجود يا جماعه. اوكي ففعلا ان هي ريما يا حبيبتي، اختاروا الشخص اللي هتموتوا معاه، اختاروا الشخص اللي هتشاركوه 24 ساعه في اليوم، اختاروا الشخص اللي هتعرفوا تفصلوا عنه وتعيشوا حياتكم مختلفه جوه نفس البيت وترجعوا لبعض بشوق. I don't know how you're gonna do that. بس it's very possible. انتوا الاثنين عايشين في نفس البيت وكل الواحد في منتهى الاحترام في مملكته في بيته وبيعمل حاجته بخصوصيته بعرفة، والله اوعي تغزليني، لبسك اللي مش نظيف، زبالتك اللي مش نظيف عينه ما تشوفهاش،
الغاز طبعا المفروض انت اللي تنضفي طبعا، ما تسيبيش الراجل سيساعدك طبعا لو الدنيا بايظه قوي، بس انت الست اللي تشيل الليله كلها المفروض. ليه؟ لانه وليه حد غريب يخش يعني، فاهمه؟ ها وانت اللي تعملي الاكل، ما واحده تانية تعمل الاكل. الاكل ده حاجه فيري انتيميت، ليه واحده تطبخ لك ولا واحد يجي من بره يطبخ لكم ولا تجيبوا اكل دليفري؟ يا نهار اسود على الجيل البايظ. اتعلمي قد ما تقدري وتعملي الحاجه اللي هتدخل اتس فيري سنسيشنال. على فكره ممكن يغريكوا جنسيا انواع الاكل المختلفه. انا مؤخرا باخد زبده زياده في حياتي غير عشان ارجع خدودي وعشان خاطر حالتي النفسيه تبقى احسن. الله، اللي هو باكل اكل معين عشان اعالج بيه لو انا زعلانه شويه. في ناس بتقول لي ايه التغيير المفاجئ وانت في مصر شكلك مختلف عن امريكا؟ نو اتس جاست بيكوز وانا في مصر فور سام ريزن بعمل دايت البرص. دايت البرص اللي هو مثلا باكل كام بياض بيضه وحاجات كده فببقى شكلي برص، عشان خاطر جسمي بقى لك ايه بيرفكت. لكن لما يكون عندي حته فات زياده كده حلوه خليه يفعص خليه يدفى. والله بروموت الفتنس شويه يا جدعان، بروموت الست المدوره يعني، مش الفات اللي هي الكيرفي اللي هو تحس كده بتحضن حاجه فيها حاجه هتتمسك، عشان احنا محتاجين الكمفورت اليومين دول. كورونا هتقول لك بلاش سايز زيرو، خليكي سايز 12 او 14 والله العظيم دي كورونا، لان سايز زيرو هيجيب له اكتئاب. كده كده كلنا في امريكا بالذات بيجي لهم، الناس بيجي لها اكتئاب اكتر. قلت لكم الصحه النفسيه عاليه عليها الديماند قوي، بيجي لها اكتئاب اكتر، انكزايتي اكتر، مش عارفه ايه اكتر. ناس كتيره عايشه حياتها دلوقتي بتشرب كتير عشان الشغل والمشاكل والستريس، وفي ناس كتير بتشرب كتير عشان تهرب من مراتاتها. بس انا مضطره اقعد في بوزك طول اليوم، وهنا في امريكا لو طلقوا مراتاتهم غالي قوي الموضوع عشان هيصرفوا قد كده هسكر. فلو داخلين على جوازه ميك شور ان هو ده الراجل اللي عينك هتبقى عايزه تشوفه طول الوقت وتموتي معاه وتعيشي معاه بجد كانسان. الحاجات الوسخه، الوسخه اللي من الجوازات الوسخه اللي هي بتبقى فيها مصالح وحسابات ووساخه مش هتمشي مع كورونا. تو ريكاب، حاجتين اللي ده بيدوروا على الشغل، دوروا على الشغل اونلاين، محلات افتحوا محلات اونلاين، دوروا في العقارات، دوروا في التكنولوجي سيلز، هاتوا بضاعه وبيعوها، حاجات زي كده كله على اونلاين يا معلم. اتعلموا ازاي تماركت يور سيلف وانتوا كمصريين، الله اكبر ما شاء الله بتعرفوا تعملوا ماركتنج لاي حاجه. اي والحاجه الثانيه، لو هتتجوزوا او متجوزين ولو متجوزين والدنيا بايظه طلاقوا نخلص عشان خاطر الكورونا هتقتلنا اصلا، فمش ناقصين وجع دماغ. وليه نتخانق من الحيوان اللي عايش معانا ولا الحيوان اللي عايشه معانا؟ مش طايقين بعض، البيت هيخلي فيه جهنم لو مش طايقين بعض. فحرفيا هو ده وقت السكن اللي هو يا يبقى جنه يا يبقى جهنم. فنختار فريلانسنج، جود جوب ريم، نختار بجد والله، اختاروا 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 اختاروا. وعلى فكره الانسان مخير، عشان كلمه مسير والفرخه جت قبل البيض، لا مخير، هو مسير بس ان ايه فجاه كده حاجه اترمت في وشي، فجاه قابلت فلان الفلاني، انا مخيره اعمل ايه مع فلان الفلاني ده، احبه اتجوزه انجس استغله احرقه اكله. لكن هو ادم في حاجه اترمت في وشي، يبقى دي الحاجتين الاساسيتين اللي احنا مالناش دعوه بيها، امتى بتخلق وامتى بموت. لكن بقيه الحياه بما فيهم الحب، انا ممكن اختار احب، ممكن اختار اقفل الحب. هتكلم معاكم في الموضوع ده، كز الحب actually is in a region in your brain، في دماغك. الناس اللي عايزه تسيطر على مشاعرها والحاجات اللي هي مسهوكه في نفسها في مصر دي، yeah we can talk about that عشان خاطر تعرفوا تطلعوا من الحب. يعني I feel in love I can teach you how to fall out of love if you wanna fall out of love. alright بس لما تكونوا متجوزين ولا هتشاركوا بعض حياة هتعيشوا مع بعض، please be in love in some kind of love، ارجوكوا بلاش استغلال. واخيرا وليس اخيرا، الناس اللي عايشه في جاري انديانا، بليز جايز انا عندي بيتين في جاري انديانا ومحتاجه ابيعهم، ف كلموني او ابعتوا لي مسج. انا هنا في فلوريدا، سو ليتس دو ذس على اخر السنه كده نكون عملنا ديل حلو ان شاء الله. اي لاف يو جايز، اي ريلي دو لاف يو جايز. يلا سلام عليكم.